هنروح لكرة السلة، منتخب مصر أو منتخب مصر تحت 19 تحت 16، منتخب 19 عنده بطولة العالم واللي هتتلعب في المجر، ومنتخب 16 سنة كرة السلة عنده بطولة أفريقيا اللي هتتلعب في تونس. ده المدير الفني طبعا لمنتخب 19 سنة، وضم 4 لعيبة في القائمة النهائية من النادي الأهلي: إبراهيم زهران بيبو طبعا أخو عمرو زهران، وعلي وحيد، وكريم حاتم، ومحمد طارق خيري. محمد طارق خيري بينضم لهذا الفريق كأصغر لاعب، دي صورة يعني المنتخب وبيتمرن في مجمع الدكتور حسن مصطفى. المدير الفني الكندي طبعا اللي شفنا صورته منذ قليل. المنتخب يلعب في المجموعة الثالثة في البطولة مع منتخبات صربيا، اليابان، البرازيل. وجدول ماتشاتنا نزل، واحنا اول ماتش لينا هيكون يوم السبت الجاي مع صربيا. صربيا من احد افضل الدول في العالم في هذا السن، وبعدها تلعب مع المنتخب اليابان، يعني عندك فرصه كويسه تكسبه. اما اخر ماتش هيكون يوم الثلاثاء اللي جاي، وهيكون موافق يوم 27 يونيو مع البرازيل. البرازيل فريق قوي جدا جدا جدا، يعني انت فرصتك الوحيده هتكون مع اليابان، تاخد ثالث المجموعه، وكده كده انت متاهل، هتلعب دور ال 16 لان الاربع فرق بيتاهلوا. الاول بيلعب الرابع، الثاني بيلعب الثالث، والثالث بيلعب الثاني. طبعا ده المدير الفني الكندي المسؤول او اللي تولى المسؤوليه منذ بدايه الموسم، والحقيقه استعد جيد بشكل جيد لبطوله العالم. المنتخب زي ما قلت لحضراتكم هيلعب بطوله دور دوري ال 16 كده كده. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا. كاميرا الابطال كانت موجوده مع لعيبه منتخبنا في التمرين الاخير قبل سفرهم، وسجلنا التقرير ده. تعالوا نشوفه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. كنا في معسكر لمدة 6 أسابيع ونحن جاهزون، نتمرن كل 3 إلى 5 أيام مع 2 راحة، وأحيانا تمرين على فترتين في اليوم. تسير تدريباتنا بشكل جيد، لقد بدأنا في العمل معا كفريق واحد، وأعتقد أن من خلال هذه التجربة سيتحدد من نحن وأيضا ما يمكن أن نصل إليه. ننسجم كل يوم أكثر كفريق، والخطوة التالية سنسافر فرنسا، وستكون مهمة جدا بالنسبة لنا لأننا سنختبر أنفسنا ضد منافسة جيدة جدا مثل كأس العالم مع فرنسا والأرجنتين والبرتغال. نحن نحاول تشكيل هويتنا الدفاعية، نحاول أن نصبح فريقا بدنيا ودفاعيا للغاية، وأعتقد أننا نحاول تحسين الانضباط الدفاعي من حيث كيفية الضغط الذي نمارسه على الكرة، ويمكننا الدفاع على المستوى العالي، يمكننا التنافس مع أي فريق في البطولة. احنا بنستعد يعني من شهر 4 اللي فات، شغالين في معسكرات سواء مفتوحة أو مقفولة. كوتش كيربي كان يعني متواصل معنا على طول على الزوم ميتينجز بشكل دوري كل أسبوع، وكان بيجي كل شهر حوالي أسبوع و 10 أيام يحضر التمارين ونشتغل المعسكرات. احنا وصلنا إن احنا خلاص احنا بنقفل يعني زي ما بيقولوا. عندنا النهارده ماتش مع البي تيم، ماتش ودي كده نشوف الناس ونشوف احنا وصلنا لحد فين، وبعدين إن شاء الله احنا رايحين فرنسا. الأول عندنا زي بطولة ودية كده نلعب فرنسا والبرتغال والأرجنتين، وبعدين نطلع على كأس العالم. فما أعتقدش إن في يعني استعداد هيبقى احسن من كده. هو احنا بقالنا اهو شهر في معسكر، وان شاء الله مسافرين فرنسا بالكاس العالم. هنلعب 3 ماتشات هنقعد فيها بتاع 8 ايام كده. التمرين هيبقى فيه صبح وليل، وماتشات هنلعب ضد منتخبات قويه، فدي يعني بنستعد بيها لكاس العالم. والله هو كان بيفضل يتكلم يعني على اساس ان احنا مش منتخب عادي، ده منتخب مصر يعني حاجه كبيره ما شاء الله، فالمفروض ان احنا نمثل مصر، ما نمثلش يعني مش كل واحد بيلعب لوحده، لازم كلنا نلعب بعض، نحب بعض، حاجات كتيرة يعني بتبقى بتساعد على المكسب يعني، فمش كل حاجة نفس لا. فدي الكلام اللي هو الكوتش يعني كان بيفضل يقوله، وإن شاء الله يعني هنعمل حاجة إن شاء الله. مرن بقالنا 2 شهر في حسن مصطفى، ومعنا كابتن مروان وكوتش كيربي من كندا برضو. متمرن بقالنا 2 شهر مستعد لكأس عالم، وان شاء الله برضو عندنا يعني كام كده في فرنسا، ومن فرنسا هنطلع على المجر ان شاء الله. هو احنا الحمد لله معنا تقريبا احسن جهاز في مصر، مختارين 2 من مصر، وجايبين تقريبا احسن مدرب في كندا، كان مع منتخب كندا اللي كسب كاس العالم في مصر 2017. فاحنا تقريبا معنا الحمد لله جهاز كويس جدا، والاستعدادات بص زي ما انت شايف احنا في حسن مصطفى اهو، وقاعدين في الفندق هنا، فيا دوبك ما نطلعش تقريبا. الصبح بننزل نشوط كده ونتمرن على الخفيف، بعدها عندنا جيم، ده نريح نطلع القوه تاني وننزل برده في نفس المكان، ننزل على الملعب برده. احنا بادئين معسكرات من حوالي 5 شهور كده، بس بادئين معسكرات يعني مش كامله، معسكرات متقطعه كده، بس احنا بقالنا 2 شهر معسكرين، بنطلع 2 ولا حاجه ونرجع تاني للمعسكر، والحمد لله شغالين جامد،
ويعني الشغل اللي احنا شغالين ده يودينا نروح نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله.